تسعى حماس فعلا لضمانات مكتوبة من الإدارات الأمريكية على بند وقف النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. هذا جزء من مطالبها بحسب مصادر أمنية مصرية. الحركة لديها مخاوف من أن المقترح الحالي لن يقدم ضمانات صريحة بشأن الانتقال من المرحلة الأولى التي تشمل هدنة لستة أسابيع وإطلاق سراح بعض المحتجزين إلى المرحلة الثانية التي تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. طبعا هذا التسريب أكد مصدر آخر مطلع على المحادثات بأن حماس في ردها اقترحت جدولا زمنيا جديدا لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بما في ذلك رفح جنوب قطاع غزة. لكن مسؤولا إسرائيليا لم تذكر رويترز اسمه بحسب طلبه، أخبر الوكالة بأن حماس غيرت كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية، ووصف رد الحركة بأنه رفض لمقترح بايدن للإفراج عن المحتجزين. ولكن بالنسبة لإسرائيل أنه حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تبدي أي التزام أو ترحيب أو حتى قبول رسمي بالمبادرة الأمريكية. نتحدث هنا عن تل أبيب، لم يصدر شيء عن رئيس الحكومة أو أي مسؤول إسرائيلي. ولكن يجب ربما أن نشير أنه المندوبة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة قالت فور أن تم التصويت على مقترح وقف النار في مجلس الأمن وأخذ 14 صوتا باستثناء روسيا التي امتنعت عن التصويت، قالت أن بلادها ستواصل عملياتها في غزة ولن تشارك في مفاوضات لا معنى لها مع حركة حماس بحسب تعبيرها.